سقوط باب حديدي على تلميذة داخل مؤسسة تربوية. إليكم التفاصيل. تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة إلى حادث تمثل في سقوط باب حديدي عليها داخل أعدادية الحكايمة بولاية المهدية حيث تزاول دراستها. وقد أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن التلميذة أصيبت برتق على مستوى الأذن والفك وتم توجيهها إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة. وبين المصدر القضائي ذاته أن الباب الحديدي لم يشيد بإتقان، ما أدى إلى سقوطه وإصابة التلميذة المذكورة بإصابات استوجبت نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. وقد أذنت النيابة العمومية بالمهدية للفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد الطفل بمنطقة الحرسي الوطني بالمهدية، أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وإجراء السماعات قصد تحديد المسؤوليات.